اليوم ليلة اليوم 8 جوان اليوم الوطني للفنان، نقول كل الفنانات والفنانين الجزائريين صحة عيدكم، لأن هذا عيدهم، وإن شاء الله بفضل اليوم مثلا مع إطلاق هذه القناة رانا تكلمنا عليهم ونتذكروهم، لأن الفنان من التراث تاعنا. إذا ما عندي ما نقول لهم سوى كل شيء مبروك، وقدم ربي يخليهم ويجدد يستاهلوا كل تشجيع، وان شاء الله المستقبل يكون احسن.